اهلا بالدكتورة، اهلا وسهلا، نورت العيادة، نورت العيادة، وانا رتبنا كل شيء. شطفت العيادة؟ شطفنا العيادة وزبطنا كل شيء. حطيت دورة القهوة؟ حطينا دورة القهوة. مين سأل علي؟ اللي سأل ما حدا سأل، والله سأل عليك واحد. والله؟ اي والله. شو اسمه؟ شو اسمه؟ والله ماني متذكر. طب هو هيك شكله طويل أشقر عيونه زرق؟ ما سألته. بدل ما تعدوا تراجعوا الدرس الماضي قومي وقفي لشوف. درسنا الماضي كان على الفائدة المركبة. بدي أعطيكي مسألة صغيرة وحلي لي إياها. لنفترض أبوك اتدين من البنك 100,000 بفائدة 3% بالسنة، وأخذ من رفيقه 10,000 فائدة 2.5% بالشهر. بآخر المدة قديش بده يرجع للبنك وقديش بده يرجع لرفيقه؟ ما بيعطي حدا. ليش؟ ما بتعرفي تحليها؟ لا بخيل. خليكم معنا، اللي بعد أحلى. يا حبيبي، ايوه يا سلام. لا مخفف لك الضرب كمان يا ابني. انت عم تقول انه شفتهم عم يتضاربوا بالكراسي؟ مزبوط سيدي. وليش ما حاولت تمنعهم؟ ما لقيت كرسي ثالث سيدي. بدو حبيبي، بدو وين رايح؟ بدو وقف. بدو شوفي شو عم تعمل هاي الناس هون؟ ما في شيء، بس مو هذا ابو سمير جايب حمار لب الطقويه هاديه لحماته. هذا ايه؟ حضربه عطتك عمره. ماتت يعني؟ لك ماتت يا لطيف. لا حول ولا قوه الا بالله. وهي الناس كلها جايه تعزي يعني؟ لا جايه تشتري الحمار. بآخر سهرتها وسؤال جاء بغفوتها، ما الحب يعني يا ماما؟ والأم التجأت لابنتها. بليز أجين بالله. والأم بآخر سهرتها وسؤال جاء بغفوتها، ما الحب يعني يا ماما؟ والأم التجأت لابنتها. فهمناها. ناوي على الكون. تخشوت شوت تخشوت ناوي على الكون. ماما تقبلني شو يا حبيبي؟ ما بناكل مو جوعان من الفرج على الفم. لا اكلها تقبلني مشان تكبر تصير شب. امي شو هذا؟ اخوك هذا حياتي. اخي تحبيني مثل ما تحبيني؟ لكن حياتي ما بميز أنا واحد عن واحد. لك ليش بلعتي؟ مرحبا حبيبتي. أهلاً حبيبي، شو هاد جايبه معك؟ لك ببغى كنت ماشي مصورخ بالسيارة، ما لقيت غير شغلي ديج عبيت بالإزاز ونترت. يا طيب صفيت على اليمين، نزلت نويت لقيت هاي العربية هيك شلته. قلت لحالي شو بدي اسوي فيه؟ عملت له تنفس اصطناعي، ها رجعت نفس رجعت اتحرك. اشتريت القفص حطيته فيه، ما بعرف شو بدي اسوي فيه. انا بدي احطه جوا.
اي والله. لا اي رقتي. شو هو المسلسل اللي انا شاركت فيه وطلعت اهم ممثل بسوريا؟ في عندكم وين الارقام؟ في عندكم الارقام هون، بتدقوا على هالارقام بتشاركوا والجائزة ليك فوقي. عم بستنى تليفوناتكم. ما بدكم تتصلوا؟ تتلفلوا. تابعونا بتعرفونا. مرحبا ابن عمي. مراء عجمي. يو بقول لك مرحبا بتقلي مراء عجمي. لك يا ابن عمي قلت لي مرحبا بدي لك اهلين، بدك تقولي وين كنت؟ بدي لك بالسوق. شو عم تساوي بالسوق؟ تعبت تسوق؟ شو تسوقت؟ اشتريت شويه تفاح. بدك تقولي لي مشان ايش التفاح؟ راح اقول لك مراء عجمي. قولي لي مرحبا. مرحبا. مراء عجمي. كاري وينو كينان؟ ها؟ نعم بابا. وينو كينان؟ كينان بالسخان. شو؟ لا بجام سخان. شو جام سخان؟ بالبانيو؟ بالبانيو برابو. ايه هاتو انا حمام. ايه طيب اذا درجة حرارة المي قبل ما تحطه؟ مدام ما بده ايسيون في مخ. بيمسك ولاد بلهشوا مي. صار احمر مي سخن. صار ازرق مي بارد. يلا جاي جاي. لك يا أهلا يا أهلا. مساء الخير. شلونك؟ كيفك؟ شو أخبارك؟ الحمد لله تمام. لك وينك يا من زمان ما شفتك؟ لك بس شغل شو بدي ساوي؟ شو بدي ساوي لإلي؟ خلصت؟ وجيت. يعطيك العافية. الله يعافيك والله تعبت. شو أخبارك؟ خبريني. تمام ماشي الحال. أنت شلونك؟ الحمد لله. منيحة؟ الحمد لله. متأكدة إنك منيحة؟ الحمد لله. شو ها؟ شو في هون؟ شو بكي؟ لا والله ما في شيء عيون مشان شيء. بس ديري بالك من هي جارتنا من نص لسان. قال عم تقلي انه انت بوشين، بقى عم شوف وين الوش الثاني. Neither of which are his usual suspects. Armani, of course, excelled himself with those Smurf hats. I thought it was like that woman in Mars Attacks. You know, the one who went, ooh, like the hat. No, I think also, perhaps, he is over 70. And Samurti? Samurti? لك ايه شو بدك؟ شو بدك؟ قوم ساوي لنا كاسة شاي. بس أنا ما بفوت على المطبخ. وليش ما بفوت على المطبخ؟ لأنه في حبنطز. ما بفوت على المطبخ لأنه في حبنطز؟ ايه في حبنطز بالمطبخ. وشو هاد الحبنطز؟ حبنطز، شو أول مرة بتسمع في حبنطز؟ يعني شو هاد الحبنطز؟ حبنطز حبنطز. حجة يا خلاص أنا رح ساوي كاسة الشاي. هلكتيني حبنطز حبنطز. قلت لحالي رح لاقي حبنطز بالمطبخ. طلع كلياته حبنطز صغير.
بداني أي حيلة، ما بدانك أي حيلة، شايف الحل الوحيد كل من يروح بسبيله، كل من يروح بسبيله. ما بدانك أي حيلة، ما بدانك أي حيلة، شايف الحل الوحيد كل من يروح بسبيله. اي نعم دكتور، مثل ما عم بقول لك، وانا خليته ينزل يلا، وانا خليته ينزل يلا، وانا خليته ينزل يلا. 4-3-2 4-3-2. وما حاولت تنصوه؟ صدقني يا دكتور، انا عملت كل شيء بتوجب عليه، فتت على الغرفه لقيته خالص، عملت له انعاش وصدمات كهرباء، وعطيته ابرتين اتروبين وابرتين ادرينالين ادرينالين ادرينالين. 4-3-3-2. ما حاولت تنصو المريض؟ صدقني يا دكتور، انا ما قصرت، بس فتت على الغرفه لقيته خالص، عملت له صدمات كهرباء وابرتين ادرينالين وابرت وابرتين ادرينالين وابرت وابرتين ادرينالين وابرت. يعني بس هاي العمليات بدها تحضير، اتركني افكر هيك شي يومين ثلاثه وبعطيك جواب، وبعدين انا باخذ اجازه من شغلي وبرد على رجلك وبرد على رجلك وبرد على رجلك. يلا لحظه، آه بس انا ما بدفع ولا ليره لانه ما معي مصاري. لك مين ادي لا 4-3-2 عندي، مين ادي لا 4-3-2 عندي، مين ادي لا 4-3-2. لحظه، شو شايفتك رجعت يا بيي؟ شو مش سامع صوت رصاص؟ قال رجعت، قال شو بدك يعني اشتغلت تحت ضرب رصاص؟ ما قسه مثلي اللي تمسح جلدنا، ما قسه مثلي اللي تمسح جلدنا، ما قسه مثلي اللي تمسح جلدنا. 4-3-2 ما قسه هالقص. يمه كل ما فتحنا هالقصة تقولين الغايب حشتوه معه، الغايب لاني عم مركز على الأحرف. 3-2-2 هو ما يحكي ويبعث خبر، يبعث ناصر، يبعث ناصر، يبعث ناصر. 3-2 والله ما اعرف وش بدي اقول لك يا سلمى. هل الساعة خمسة والله ما اعرف وش بدي اقول لك يا سلمى. هسه الغايب مو حشته معه، حشته مو معه 50، حشته مو معه 50، حشته مو معه 50 عندي. هو المسلسل هيك يرحم امك يا صبحية. ولك خمسة، ولك خمسة، ولك خمسة. وحياة البواري اللي حاطيهم براسك هدول، ما بعرف ليش أنا مظلوم، ما بعرف ليش أنا مظلوم، ما بعرف ليش أنا مظلوم. أنا أبو معروف، أنا معروف، أنا معروف، أنا معروف. ربي دخيلك يا ربي دخيلك. ويلك يعني انت فرحان بحالك عم تعلاك عتعلك بهلا هلا هي هذا بالنص الابيض، عتعلك بهلا هلا هي هذا بالنص الابيض، عتعلك بهلا هلا هي هذا بالنص الابيض. اهلا وسهلا، تفضل جارنا. يلا فوتنا فوتنا بخلصني. تأمر امر جاري، بس ما تتحسس مني او تنجعز مني ولا شيء، بدي اسالك سؤال. انا بزماني شيء قدحتك او زميتك مثلا؟ شو قدحتني؟ ما قدحتني. شو قدحتني؟ ما قدحتني. شو قدحتني؟ ما قدحتني.
خليني اكمل. ايه يلا هالشي ما صار. اظهر وبان عليك الامان. اظهر يا خيي اظهر عليك الامان. يلا زين شو يا عمي وهذا يا ويلي. عفوا مين حضرتك انت؟ مش المارد؟ انا المارد مرته للمارد. هاي انت المارد؟ هلا انا بعرف الموارد بيقولوا قول ما يطلعوا من الخطرميس بيقولوا قول ما يطلعوا من الخطرميس بيقولوا قول ما يطلعوا من الخطرميس بيقولوا سجل 14 لقم علق سجل لقم علق سجل لقم علق سجل. هلا الروتين كنظام ضروري. اما كم حياقيه اما كم حياقيه اما كم حياقيه كحيات ممل. أنا فهمان عليك شو بتم وسوين شو بتم وسوين شو بتم وسوين. كده الغمزة ما راح تطلع ما راح تطلع. غمزة. أربعة ثلاثة اثنين. ثلاثة اثنين اثنين. لك يا روحي يا حبيبتي الله يرضى عليكي في 100 مصيبة براسي أنا. لك يا أختي هذا الدور عندك. شو عملت الثاني؟ ايه عم بحكي معك هذا الدور عندك عجبك عجبك تعالي صوري ما لا يلا عيدا وعادي لا يلا عيدا وعادي لا يلا عيدا وعادي. ثلاثة اثنين. يعني عمي ابو راغب بدك تفضلنا هون اللوكيشن وصحيح مثل ما سمعت الناس سري من ريال لا الناس سري من ريال لا الناس سري من ريال لا يلا. طبعا انجازي ولو لبستاني وداري ها ها المكان يلا المكان يلا المكان دير لا تدين لا لا شويه ابو راغب. رضا كنها اخي بالشهره مل يلا بالشهره مل يلا بالشهره مل يلا لا لا شويه ابو راغب. رضا كنا على دستك كنا على دستك كنا على دستك. استاذ انا من الاول قلت لك خلينا نغير اللوكيشن نغير اللوكيشن ما رضيت معي. ولك انا قدرت غير اللوكيشن وما لك يلا لك يلا لك يلا. شباب روقنا بدي منك خدمه. ابو راغب احكي بسرعه لانه واصلي معي لراسمن اخيري. ابو سعود شبنا والله انت رايق خليك رايق معنا بدي سياره ضروري ضروري. لك لشو السياره؟ ابني 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 مرتي ابني ابني بده يخلق من لك لازم تعرف تحكي اذا مالك عرفان حق خمسك عرفان حق خمسك عرفان حق خمسك مالك عرفان تحمي حق. قلت لي ابنك سميته مجد وفي عندك بنت اسمها لي سمي البنت الجديده مجدولي بالصار خمسه بالصار خمسه بالصار خمسه. انت قلت لي انه ابنك اسمه مجد وبنتك اسمها لي سموا البنت الجديده مجدولي ثلاثه اثنين عاكوك عاكوك خمسه عاكوك عاكوك خمسه عاكوك عاكوك ثلاثه اثنين اوه جبناك عم لا شو قلنا جبناك عم لا شو قلنا جبناك عم لا شو قلنا هاي هي ولا قلناها هلا وانا اريد الحرب لكي نعطيهم درسا لا ينسوه و خلينا نعيده والله خلينا نعيده والله خلينا نعيده والله هبلدو هبلدو ولكن متى سيكون هذا الصاروخ جاهزا للإطلاق؟ ألا 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 ألا